دلوقتي الدنيا اتفتحت. طيب. وبقينا عندنا رؤيه لكل الاتحادات اللي في العالم بتعمل ايه. وعندنا رابطه انديه بقت في رابطه انديه ده لازم تتلغي. ما رابطه الانديه دي هي اللي مبوظه الدوري. دلوقتي بقت هي اللي مبوظه والاتحاد الكوره وكان كله بقى كله. ما بص كله هم ما قدروش يمشوا لجنه المسابقات. سيبك من لجنه الحكام هي كده كده ماشيه. لجنه المسابقات ما مشيتش ليه؟ اديني سبب. ما مشيتش ليه؟ لان في الاخر هتكمل لان له نادي تاني له مصلحه ان دول يقعدوا فهيقعدوا غصب عن اي حد. مش فاهم نادي تاني. نادي له مصلحه ان دول يقعدوا بدليل ايه؟ مصلحه النادي بغض النظر عن إيه اسمه اللي هتقول مش هتقوله. ايه بقى يعني ايه مصلحه النادي؟ يعني عايز ايه يعني دول يكونوا موجودين؟ ايه اللي هيحصل لما الكلام حصل وقال لك ان مش هلعب الا لما ماتشات الدور الاولاني كلها تتلعب؟ فبلغوا النادي التاني ان احنا هنعمل تعديل في الجدول عشان بيراميدز ما يلعبش وفيوتشر. فقال لك انسى الكلام ده، انا بقى اللي هنسحب واعمل لك ازمه. فهم خافوا ورجعوا في كلامهم تاني وجم على الحيطه المايله. طب ليه الانديه التانية ما وقفتش مع نادي الزمالك يعني؟ ايه ليه الانديه اللي المفروض طيب انت عايز مين مع نادي الزمالك ما وقفتش؟ عايز مين يقف؟ لا انا بقى اسالك. طب استنى بقى، عايز اذا كان الاتحاد اللي اتظلم النهارده اللي هو عايز يعمل بيان منين؟ من اسكندريه. سموحه منين؟ من اسكندريه. فاركو منين اللي لعب ماتشين وهيلعب الزمالك ماتشين اربع ماتشات ب 12 بونت هيخسرهم وممكن يهبطوه؟ ما اتكلمش ليه؟ بس عشان من اسكندريه والحلو من اسكندريه. انا بقول لك اقول لك ايه الوحش؟ قول لي الاسم. قول لي الاسم. لا ما بقولش الاسم. قول لا طول الاسم. لا يا حبيبي بقى معروف للدنيا كلها. طيب. انت عايز يرفع عليا قضيه؟ لا مش عايز. ده مستني يرفع عليا قضيه. لا هو الفكره انك لا ما بص طالما مش فاهم انت بتقول اسم مسؤول يا كابتن. اسم مسؤول لجنه المسابقات. رئيس لجنه المسابقات. طيب ماشي رئيس لجنه المسابقات. مش من اسكندريه؟ مالهاش دعوه بلد بقى. ده اسم مصر. ده الدوري المصري. مين ده؟ الدوري المصري يا جدع. هم لو بيخافوا على مصر وربنا ما يحصل الكلام ده. احنا نضحك على بعض. مصر فيها النادي الاهلي فقط لا غير. لا في منتخب مصر برضو تاني. ايوه لا في منتخب مصر ولا في منتخب اولمبي وكل الانديه اللي انت شايفها دي والمصحف كومبارس. لا حضرتك كومبارس بتقود كلام ان النادي الاهلي هو اللي بيقود الكره المصريه والمصحف وبسقف له اهو وعلى الهوا. انت الذكر الوحيد في الكره المصريه.